والعزة بتاعت النهاردة أنا ببعتها هدية وسلام لكل الأسر المسيحية اللي تهجرت من العريش. وبقول لهم إن الله لا يمكن هيتخلى عنكم ولا عن كنيسته. لا يمكن هيتخلى عنكم وعن كنيسكم. شوفوا الوعود اللي هتسمعوها. مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح. مراحمه ايه؟ لا تزول هي جديدة في كل صباح. احنا بنوعظ نقول كأيامك راحتك، يعني كأيامك قوتك، لكن مع الأيام يوم بعد يوم كل يوم لينا مراحم. مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح. والكلمة اللي قلناها بيقولها معلمنا داود: مبارك الرب يوما فيوما يحملنا، يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. ويتكلم عن حياتنا الإيمانية مرة وبيقول إيه: لذلك لا نفشل، أو تخافوا، أو الشيطان يضحك عليكم. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى. إن كنا حنعجز، كنا حنتعب، يجي لنا مرض، يجي لنا ضيق، يجي لنا تعب، كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما بعد يوم. يبقى يوم بعد يوم في بركات، يوم بعد يوم في مراحم، يوم بعد يوم الداخل بيتجدد يوما بعد يوم. وبعدين بيقول: هو ده إله خلاصي. ده معلمنا أشعياء: هو ده الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وقد صار لي خلاصا. ياه يهوى قوتي. كأيامك قوتك، كأيامك قوتي. ياه يهوى قوتي. رنموا واهتفوا يا أحباب، هاتوا دفا عودا حلوا مع رباب. ياه يهوى قوتي. مش حافظ العدد. أنا عارف اليوم عيد يا حبيبي. رنموا